يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج تو كلينك. دكتور عبد الرحمن الكندري حياك الله معنا. حياك الله دكتور محمد، مشكورين على الاستضافه وان شاء الله تكون معلومات مفيده للساده المشاهدين. لا شك ان شاء الله دكتور. دكتور عبد الرحمن حضرتك صاحب تخصص مهم وهو جراحه الكلى وايضا المسالك البوليه، يمكن تكلمنا دكتور في مجال هذا التخصص عن الكثير من المعلومات الهامه في الحلقات السابقه، لكن الحين دكتور نبي نعرف، دائما نسمع عن البروستاتا ونسمع عن تضخم البروستاتا والتهاب البروستاتا. دكتور ابيك تكلمني عن البروستاتا بشكل عام. ممتاز. طبعا البروستاتا هي غده موجوده فقط عند الرجال. نعم. وهي تكون مكانها يعني في الجسم تكون تحت المثانه البوليه، فاذا افترضنا ان هذه المثانه البوليه اللي يتجمع فيها البول عزكم الله يخرج من المنطقه هذه، في غده هنا موجوده اللي هي غده البروستاتا. فالبول يمر عزكم الله خلال البروستاتا هذه الى مجراه الخارجي. الغده هذه يعني مع تقدم الانسان في العمر تبدا يحصل فيها بعض الاعتلالات. قبل ان نتكلم عن الاعتلالات خلينا نتكلم عن وظيفتها، ليش هي موجوده في الانسان. السبب المعلوم الى الان ان هي لها دورين اساسيين. الدور الاول هو الحفاظ على السيطره على البول عزكم الله، تلعب دور اساسي في هذا المجال. والدور الثاني ايضا تلعب دور اساسي في القدره على الانجاب عند الرجال. ممتاز دكتور. شنو تقصد بالسيطره على البول؟ اللي هو بعيد الشر السلس. اي في بعض المرضى يحصل معاهم عدم قدره على السيطره. صحيح. فهو الحقيقه احنا عندنا صمامين، صمام داخلي هو غده البروستاتا. نعم. وصمام خارجي هو عباره عن عضله موجوده بعد غده البروستاتا. ممتاز. مباشره. فهذا هو دورها الاساسي، هذه هي الوظيفتين. تحصل فيها بعض الاعتلالات، والاعتلالات من اشهرها، اعتلالات كثيره حقيقه، ولكن احنا راح نتطرق لاهم واشهر اعتلالين اللي هما المرضى اللي اقل من 50 سنه التهاب البروستاتا منتشر عندهم عند الشباب. نعم. والمرضى اللي اكثر من 50 سنه يحصل معاهم تضخم البروستاتا حميد في البروستاتا. في هناك ايضا بعض الاورام اللي تحصل في البروستاتا، اورام السرطانيه، ولكن ما بدنا نتطرق عنها نتكلم عنها. ممتاز دكتور. بشكل عام يصير فيها دائما تضخم هذه البروستاتا بالنسبة للأشخاص اللي يعدون عمر 50 سنة. دكتور كلمني عن تضخم البروستاتا. نعم، تضخم البروستاتا هو الحقيقة شيء فسيولوجي يحصل في جميع الرجال بعد ما يعدون 50 سنة. جميع الرجال الحقيقة يحصل معهم تضخم جدا جدا منتشر، ولكن ثلث اللي يحصل معهم تضخم تظهر عليهم الأعراض. إذا شنو هي الأعراض؟ مما تكبر البروستاتا، إحنا مثل ما قلنا هي البول عزكم الله يمر عن طريقها، فمن ما تكبر راح تعمل تضيق. صحيح. على البول، فيبدا المريض يعاني من مساله البول بانه يقوم وايد بالليل عزكم الله، يروح الحمام. هذا الامر يعني راح يخرب نومته، بالتالي يؤثر على صحته. أكيد. العامه يتردد على الحمام وايد عزكم الله، البول يصير ضعيف ويصير مقطع وياخذ وقت طويل على ما يتبول، وبعد ما يطلع ممكن خلال ربع ساعه او اقل يرد مرة ثانية يكمل البول، ودائما يحس بأن هناك متبقي موجود في المثانة. فهذه الأعراض راح تأثر على كفاءة الرجل في ممارسة أنشطته اليومية والعادية. فهذا هو حقيقة أعراض التضخم. ممتاز دكتور. عندي الكثير من الأسئلة بالتحديد بالبروستاتا، لكن إن شاء الله بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين نأخذ فاصل ونرجع نواصل حديث الشيق مع الدكتور عبد الرحمن الكندري. يا هلا مرحبا فيكم اعزائي المشاهدين. عندنا من بعد الفاصل دكتور عبد الرحمن الكندري، كنا قاعد نتكلم عن تضخم البروستاتا بشكل عام. دكتور الطرق العلاجيه لهذا العرض اللي هو تضخم البروستاتا، شنو متوفر عندنا هني كطرق علاجيه لتضخم البروستاتا؟ ممتاز. احنا بالنسبه للطرق العلاجيه راح نقسمها الى قسمين اساسيين، هو الطرق الدوائيه والطرق الجراحيه. ممتاز. فالطرق الدوائيه حقيقه عندنا اكثر من نوع من انواع الادويه، مفيده جدا الحقيقه أصحاب التضخم في البروستاتا، وهي تندرج تحت خانتين. بعض نوع من أنواع الأدوية تلعب دور كبير في تصغير حجم البروستاتا، والعائلة الثانية من الأدوية توسع المجرى، فبالتالي يسهل تدفق البول عزك الله وتختفي الأعراض. هذه الطرق الدوائية. نعم. وإحنا ننصح جميع المرضى بأن يبدأون بالطرق الدوائية وما ينتقلون إلى الجراحة إلا في حال فشل الأدوية. الطرق الدوائية. نعم. فبالتالي البروستاتا حقيقة تضخم البروستاتا مرض مزمن مثل السكر والضغط والدهون،
فبالتالي دوامه مزمن. صحيح. فالمريض يظل ياخذ الدواء متى ما اشتغل خلاص نقول ان الدواء ما نفع. وايضا هناك بعض المضاعفات اللي قد تحصل من تضخم البروستاتا، هني يعني نطمر على العلاج الدوائي وننتقل الى العلاج الجراحي مثل الاحتباس البولي الكامل. قد المريض انه يصير عنده احتباس كامل، عزك الله ما يقدر يتبول، تكون الحصوات، التهابات متكرره، دم متكرر مع البول، هني ننتقل ايضا الى العلاج الجراحي. شنو العلاج الجراحي؟ حقيقه تطور، يعني قبل كنا نسوي فتح بطن وكذي، الان ما قمنا نسوي فتح البطن لانه مشاكله وايد. فتطورنا حقيقه في جانب المناظير، عندنا عمليه الكشط، عندنا عمليه الرزوم اللي هي حقن بخار الماء، التبخير بالليزر الاخضر، التقشير بالليزر. تنوعت الحقيقه العلاجات وصار فيها رفاهيه، ونستطيع ان نخلص اغلب احجام البروستاتا باختلاف مشاكلها احجامها، قمنا نخلصها جميعها بالمناظير، وهذا يساعد في سرعه الاستشفاء، تقليل المضاعفات، تقليل الآلام من المرضى. يعني فتح الجراحي لا مشاكل وايد. صحيح، ممتاز دكتور. بالنسبة حق الأنواع الكثيرة اللي ذكرت إياها كطرق جراحية علاجية، دكتور تختارونها على حسب المرض أو شدة المرض أو مثلا نوع البروستاتا الموجود وتضخمها، ولا على أساس يتم اختيار نوع التدخل الجراحي؟ بالضبط دكتور، مثل ما تفضلت حضرتك، إحنا كل حالة نقسمها ونقول حق المريض أنت أفضل خيار لك واحد فيه. نعم. فهي تعتمد على أول شيء طبيعة البروستاتا، حجمها، شكلها، طريقة التضخم فيها، وأيضا رغبة المريض في بعض الأشياء، الحفاظ على القدرة الزوجية. يعني نفصل كل حالة ونقول حق المريض شنو أفضل خيار، وهو طبعا له حرية الاختيار. يعني ممتاز دكتور. بالنسبة حق الطرق الوقائية، هل في أمور معينة، نصائح توعوية وقائية نقدمها للسادة المشاهدين على أساس إذا هو مثلا ممكن يوصل حق هذا العمر أو أكثر ممكن أن تقل هذه الأعراض في إصابة تضخم البروستاتا؟ بالنسبة حق تضخم البروستاتا والوقاية منه، الحقيقة الدراسات خلصت بأن الوقاية ممكنة من هذا المرض، وتعتمد على تجنب شيء نسميه الميتابوليك سيندروم، اللي هو أربع أمراض حقيقة مجتمعة: السمنة، خصوصا السمنة في المنطقة الوسطية، والضغط، حفاظ على ضغط الدم منضبط، والسكر، وارتفاع الدهون. وهذه الحقيقة لو لخصناها راح نشوف بأن الرياضة بإذن الله يعني تجمع جميع، صحيح، وتقينا من جميع هذه الأمراض. مع بعض يعني، فالالتزام بالرياضة والحفاظ على الوزن الطبيعي، تجنب السمنة، بإذن الله راح يساعدنا أيضا في الحفاظ على حجم البروستاتا الطبيعي، ويقينا بإذن الله من تضخم الحميد. ممتاز دكتور، يعني هذه رسالة واضحة نقدمها للسادة المشاهدين أن التوازن الغذائي الرياضي هو حل وقائي ممتاز جدا لأي أمراض ممكن تصيب هذه الغدة، وخصوصا تضخم البروستاتا. دكتور عبد الرحمن الكندري يقدم لك كل الشكر على كل هذه المعلومات القيمة. أعزائي المشاهدين، وصلنا لحلقتنا لهذا اليوم، نشوفكم في حلقات قادمة إن شاء الله. مع السلامة.